إسرائيل لا تريد عالما عربيا يقف أمامها، إنها تريد عالما يهوديا يتوحد ليقف لا أمام العرب فحسب، ولكن أمام المسلمين وأمام كل المستضعفين. لكنها لا تريد للعرب أن يتوحدوا، ولا تريد للمسلمين أن يتوحدوا، لأنهم لو توحدوا لما استطاعت أن تحصل على أي شيء مما يمثل التنازل عن القضايا المصيرية والقضايا الحقيقية. إنهم يعملون على أن نبرز إليهم متفرقين، يحمل كل واحد منا تناقضاته، ويحمل كل واحد منا نقاط ضعفه، ولهذا أصبحنا في حركتنا التي نعيشها حتى في البلد الواحد تعودنا على أن لا نجتمع، تعودنا على أن لا نلتقي، أصبح طابعنا على المستوى الإسلامي أو العربي أو حتى الوطني أصبح طابعنا أن لا نلتقي. عندما ينطلق البلد وفيه عدة أحزاب فإن من الصعب جدا أن تجمعها على الهدف الواحد، لأن كل الهوامش وكل الخصوصيات تبرز لتقف حواجز الطريق. ولذلك يبقى الطاغية يملك كل حريته باعتبار أن الذين يواجهون الطاغية لا يملكون وحدتهم أمام الطاغية، لأن كل واحد يقف بعيدا عن الآخر ولا يريد أن يقدم أي تنازلات أو يجمد بعض أموره للآخر.